روي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 40 سنة ثم انتكس وعصى الله 40 سنة، وفي لحظات المغادرة من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الأبدية نظر إلى السماء، الآن عرف الحقيقة ونادى رباه: عبدتك 40 سنة ثم عصيتك 40 سنة تقبلني؟ فنادى منادي من السماء: عبدي، أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. حتى في الثواني الأخيرة قبل المغادرة، في لحظة توبة، يقبل الله سبحانه وتعالى. نبئ عبادي، حدث العصاة، أي إنسان عنده معاصي كبيرة أخبره: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ما يصدك عن الله أي شيء، أنت تملك القرار.